فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية. تقدم أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم، فإضافة الشيء إلى الجاهلية يدل على ذمه والنهي عنه، مثل حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، وكل شيء أضيف إلى الجاهلية فإن هذا دليل على النهي عنه والابتعاد عنه. نعم. قال: وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية، ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نعم، هذا حديث عظيم يرسم لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الذي نسير عليه، وذلك بأن نترك أمور الجاهلية كلها، ومن ذلك الخروج على ولي الأمر، فإنهم كانوا في الجاهلية لا يخضعون لسلطان ولا ينقادون لحاكم، وإنما هم قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها لا يجمعهم ولاية، وإنما يلتحق كل طائفة أو كل قبيلة بدولة من الدول الكبرى في وقتهم كفارس والروم، وليس للعرب دولة تجمعهم، فهم في جاهلية. فالتفرق وعدم الخضوع لولي الأمر وعدم السمع والطاعة هذا من أمور الجاهلية، فمن خرج على ولي أمر المسلمين فقد عاد إلى الجاهلية. من خرج على ولي أمر المسلمين وشق عصا الطاعة فقد عاد إلى أمور الجاهلية، وإن مات على ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية، وهذا من باب الذم والوعيد على من يشق عصا الطاعة أو يفارق الجماعة.